أشرفت العطلة الصيفية على الانتهاء، وقد بدأ الطلاب بتحضير حاجاتهم الضرورية لبدء السنة الدراسية الجديدة، والجميع مشتاقون إلى افتتاح المدرسة الجديدة في مدينتنا. يا أطفال، يا أحباب، اشربوا الحليب للصحة والقوة. اسألوا الطبيب على كل المدارس الأخرى، وسيكون فيها مسبح وغرفة حواسيب حديثة. وأنا أريد الذهاب إلى المدرسة. وسنتحدث إلى المدير ونسأله عن كل ما أريد الذهاب إلى المدرسة. سنرتب حفل الافتتاح عند الساعة السابعة. يا سلام، غدا لدي مدرسة. أريد مقعدا جميلا. صباح الخير يا أستاذ الدب. يا سلام، تمام التمام يا عيني. طيب والآن أنا مستعدة للدرس يا أستاذ. طيب، حلو، جيد، طيب، نعم، وواحد آخر هنا، رائع، ممتاز. وواحدة هنا، واحد ناقص خمسة نقطة يساوي الناتج دب صغير. مشكلة يا دوب. ثلاثة صحيح. Masha is good.
تحب أمها وأباها. ماشا هادئة دائما. ماشا فتاة مهذبة. درس الدب ماشا. تحب ماشا الحيوانات كثيرا. والآن استراحة. مطرقة. عرفت مطرقة. اذهبا للنوم. صباح الغد سنبدأ العمل. إذن لنبدأ العمل. أولاً السلامة. أها أها تمام التمام. رأيتما؟ المكتوب هنا مهم. توقفا. أين التعليمات؟ الملاحظات واضحة هنا. لقد فعلتما خلافها. Thank you.
لتشغيل العربة، وذاك للسير إلى أمام، أما هذا فهو لرفع هذا، وأما هذان فهما أول من يركب عربتنا. الآن الابتسام هو الأهم، ولا تنسيا التعليمات هنا. كأنهما لا يحسنان القراءة. لا أصدق، كيف لا يحسنان القراءة؟ من كان يخطر بباله أن الذئاب لا تقرأ؟ سأمسككما وأعلمكما كيف تكون القراءة. فالمسكينان لا يحسنان القراءة. استيقظ أنت وأنت، سنتعلم الأحرف اليوم، لذا انتبها جيدا. أي أم أر يو. سأكون أول طفلة رائدة. يا دب، ما هذا؟ هل ستذهب إلى القمر؟ سآتي معك. أرجوك، نريد أن نكون رائدين فضائيين. لن نسبب لك أي متاعب، وسنكون تمام التمام. ¡Gracias!
دود، هذه الرمان المتحركة تبتلعنا. والآن كيف سنعود إلى كوكبنا الأرض؟ ستصبح أبطال هذا الفضاء بالضوء نطوي المسافات. سنمضي أحبابنا في الانتظار مجدا يلمع مثل المساء. سنمضي أحبابنا في الانتظار مجدا يلمع مثل المساء. الجزل، سأحاسبك فيما بعد. إذن هكذا كانت المخلوقات قبل آلاف السنين. رائع، كانت المخلوقات لطيفة وجميلة. سنكون بخير، دعنا ننتظر ونتناول شيئا. ما هذا؟ ستأكلها هكذا؟ لا، هذه طريقة حجرية. لا تقلق، سنشويها أولا. Thank you.
جميلة حقا. انظر، يمكنك أن تلعب هكذا. راقبني. هيا تابع، دعني أعلمك رياضيات. يجب أن تكسر البيضة وتخرج، وأنا سأذهب وأعود. تمام؟ ما أطيب الطعام.
لا، هو لا يأكل هذا الطعام. لا، ولا حتى هذا الطعام. ماذا؟ ولكنه طفل. هذا الطعام الذي يحبه الأطفال. يا سلام. يا لهذا الجو الحار. أيها الدب، إنه يذوب مثل الثلج، يجب أن نبرده. بارد جدا هنا. سيزورنا. أيها الدب، أحضرت لك مفاجأة أكبر هذه المرة. عجبا عجبا، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ما شاء الدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول فعله.